حكايتنا النهاردة عن الفنانة الجميلة تحية الأنصاري اللي اختفت في فترة التسعينيات، ولكن الجمهور فضل يبحث عنها فترة طويلة جدا، ولما عرفوا أسباب اختفائها حزن عليها ملايين من المعجبين بيها. لو عايزين تعرفوا أسباب اختفاء الفنانة تحية الأنصاري تابعوا معانا الفيديو للنهاية. فتحية الأنصاري محمد أبو الفتوح اتولدت عام 1962 في محافظة القاهرة، ليها 8 إخوات. اتولد معاها أخ توأم لكن اتوفى يوم الولادة، أبوها مصري وأمها تركية، وأمها توفت وفتحية كان عمرها 9 سنوات وعاشت يتيمة الأم. فتحية لما كانت في المرحلة الإعدادية كانت بتشارك في حفلات المدرسة، ولما كبرت شوية وبقت في الثانوية قدمت عدة مسرحيات على مسرح المدرسة، ومن وقتها بدأت تحب الفن وتمنت إن هي تدخل المعهد الفن، لكن والدها رفض بشدة، وعيلة أمها كانت متشددة جدا ورفضوا الفكرة تماما، وكمان عيلة أبوها، واضطرت إن هي تدخل الجامعة الأمريكية. لكن بعد دخولها للجامعة الأمريكية أصرت إن هي تشارك في مسرح الجامعة وقدمت عدة مسرحيات مع زمايلها. عدد كبير من المخرجين اللي كانوا بيروحوا الجامعات عشان يكتشفوا المواهب لما شافوا فتحية الأنصاري أعجبوا بها جدا وشجعوها على دخول الوسط الفني، وبعد إلحاح كبير منها وإصرار طلبت من والدها إن هي تدخل الوسط الفني، وبعد رفض منه لكن في النهاية وافق بسبب إصرارها الشديد، وغيرت اسمها من فتحية الأنصاري إلى تحية الأنصاري، واشتغلت في أحد الفرق المسرحية. وفي عام 1980 قدمت سهرة درامية في التلفزيون المصري وحققت نجاح كبير جدا، لكن فرصتها الأكبر كانت عام 1981 في مسلسل ناس طيبين مع الفنان حسن يوسف والفنانة فردوس عبد الحميد، وتميزت بأعمالها وعملت عدة مسلسلات أهمها محمد رسول الله، الجزء الثاني من الشهد والدموع، في حاجة غلط، عائلة الأستاذ شلش اللي اشتهرت بجملتها قطيعة محدش بياكلها بالساهل، وعملت عدة أفلام من أهمهم حل يرضي جميع الأطراف مع الفنان سمير غانم والواد سيد النصاب. بالرغم ان هي عملت ادوار قليلة جدا لكن قدرت تحقق نجاح كبير وعملت قاعدة جماهيرية، وفترة التسعينيات اختفت اختفاء كامل عن الاضواء بدون ان يعرف الجمهور ما هي اسباب اختفاء الفنانة تحية. ولأن جمهور تحية الأنصاري كبير وكانوا بيحبوها قرروا إن هم يبحثوا عنها، ورحلة البحث انتهت بمعرفتهم إن تحية الأنصاري كان سبب اختفائها إنها كانت بتعاني من مرض السرطان، وإن هي قعدت عدة سنوات تتعالج لحد لما تم شفائها تماما، وبعد ما شفيت من مرض السرطان أصيبت بذبحة صدرية وتوفت أسرها داخل منزلها في هدوء تام عام 2005 عن عمر يناهز 43 عام. رحمة الله تعالى على الفنانة تحية الأنصاري.